ألمانيا تكتسح اسكتلندا بخمس أهداف مقابل هدف في افتتاحية اليورو، بداية ولا أروع لصاحب الأرض. منتخب ألمانيا قدموا مباراة قوية جدا واكتسحوا اسكتلندا بخمس أهداف في المباراة الافتتاحية. النهاردة ألمانيا عملوا مباراة قوية جدا، مش بس علشان كانوا مسيطرين على الماتش طول ال 90 دقيقة، ومش بس علشان سجلوا خمس أهداف، كمان قدموا النهاردة جيل جديد وقدموا لعيبة جديدة خلاص اعتمدوا نفسهم مع منتخب ألمانيا. شفنا حفل افتتاح يعني متوسط ويمكن أقل من المتوسط، حاجة خفيفة ما فيهاش يعني إبداع، ما فيهاش حاجة قوية، ما كانش حفل افتتاح يعني مميز، ولكن إلى حد ما جيد بسيط، يعني ما يتقالش عليه غير انه جيد وبسيط مش اكتر من كده. فيعني حفل افتتاح الى حد ما جيد في اليورو النهاردة، ولكن على مستوى الكورة افتتاح ولا اروع، ونتيجة كبيرة وتاريخية لألمانيا على اسكتلندا بخمس اهداف، وقدموا مباراة قوية واستحقوا النهاردة اول ثلاث نقاط، وداخلين مركزين وبيدوا جرس انذار لجميع المنتخبات في البطولة ان ألمانيا البطولة على ارضها، ومش بس على ارضها هتبقى منتخب قوي، كمان على مستوى الكوره منتخب قوي جدا، والجيل ده من اللاعبين اللي فيه مزيج ما بين الخبرات والشباب هيكون جيل قوي، وهيقدموا يورو قوي جدا، وهيوصلوا لحته بعيده في البطوله دي. منتخب المانيا حدث ولا حرج عن اداء الفريق العظيم النهارده، قدموا مباراه تاريخيه، اكتسحوا منتخب اسكتلندا في اول مباراه في اليورو. المانيا مرعبه بشكل كبير جدا على جميع المستويات وفي جميع الخطوط، عندهم لعيبه لسه اول مره تشارك في اليورو، ولعيبه صغيره في السن هتكون مستقبل الكره الالمانيه. زي ما بقول لك جيل جديد بيبني المنتخب المانيا، وبداوها بدايه قويه جدا. النهارده اصبحت المانيا اول منتخب على الاطلاق يسجل له لاعبان يبلغان من العمر 21 عام او اقل في مباراه واحده في اليورو، فيريتس وجمال موسيالا، الاثنين دول عندهم 21 سنة وسجلوا النهاردة في المباراة، فأصبحت ألمانيا أول منتخب على الإطلاق في اليورو يسجل له اثنين لعيبة أقل من 21 سنة. توني كروس اللي يعني تعتبر دي البطولة الأخيرة ليه، لأنه أعلن الاعتزال قبل البطولة، صاحب الـ 34 سنة، النهاردة في 80 دقيقة قدم مباراة ولا أروع خلال الـ 80 دقيقة، معدل تمريرات صحيحة 99%، 101 تمريرة صحيحة من 102 تمريرة صحيحة، يعني تمريرة واحدة اللي ما كانتش صحيحة في جميع تمريرات توني كروس في ال 90 دقيقة او في ال 80 دقيقة اللي شارك فيهم، لانه طلع بعد الدقيقة 80 تم استبداله، عمل 102 تمريرة منهم 101 تمريرة صحيحة، 99% نسبة التمريرات الصحيحة لتوني كروس النهاردة. ألمانيا عندها لعيبة في جميع الخطوط مرعبة. النهاردة جندوجان بعيدا عن فكرة انه بيصنع لعب، كمان كان بيطور بشكل كبير جدا في الهجمة، وكان بيزيد لمنطقة الجزاء، كان بيعمل زيادة عددية للخط الامامي المنتخب المانيا مع موسيالا وفيرتس في الشوط الاول، غير هافرتس كمان اللي موجود في الخط الامامي، فالتلات لعيبة اللي كانوا في نص الملعب معاهم جندوجان بيزيدوا، فبيعملوا زيادة عددية كبيرة جدا في الخط الامامي المنتخب المانيا. مش بس كده، كمان على مستوى الظاهرين كيميتش كان بيزيد وبينضم للعمق، وبيوصل كمان تمريرات لكروس وروديجير واللعيبة اللي موجودة في نص ملعب ألمانيا. وقت التحضير كروس أو روديجير الاثنين بيبقى عندهم أكتر من خيار للتمرير، ويعني ده ساعدهم كتير إن هم يمرروا في أوقات كتير بيكون الدنيا يعني مقفولة ومخنوقة على نص الملعب، ولكن المساحات اللي بيخلقها لاعبي ألمانيا سهلت ده بشكل كبير. كمان على مستوى إحصائيات الماتش، طبعا يعني ألمانيا استحوذت على الكرة بشكل كبير خلال الماتش، نسبة الاستحواذ كانت 73% لألمانيا مقابل 27% لمنتخب اسكتلندا، وعلى المستوى الهجومي 20 تسديدة منهم 10 على المرمى مقابل تسديدة واحدة لاسكتلندا وما كانتش على المرمى، والهدف اللي احرزه منتخب اسكتلندا كمان روديجير في مرمى بالخطأ، يعني الست اهداف اللي تم تسجيلهم المانيا اللي احرزتهم غير الهدف اللي تم الغائه في الدقيقة 75، فيعني سبع اهداف النهاردة المنتخب المانيا،
وعلى مستوى الفرص الخطيره في فرصتين خطيره لالمانيا في المقابل ولا فرصه خطيره لمنتخب اسكتلندا. التمريرات 682 تمريره لالمانيا منهم 642 تمريره صحيحه في المقابل 251 تمريره لاسكتلندا منهم 192 تمريره صحيحه. 133 هجمه لمنتخب المانيا في المقابل 48 هجمه لاسكتلندا. فالمانيا فازت وخدت الثلاث نقاط وقدمت مباراه قويه، خمس اهداف احرزوهم، ولكن على جانب اخر طبعا قدموا مباراه كبيره، تقارب في الخطوط وخلق مساحات بشكل كبير، زياده عدديه في النواحي الهجوميه، ولعيبه جديده ظهرت باول ظهور واول مشاركه ليهم مع المنتخب الالماني هيبقوا مستقبل الكره الالمانيه. واصبحت المانيا اول منتخب على الاطلاق يسجل ليه اثنين لعيبه اقل من 21 سنه او 21 سنه في اليورو. فعلى جميع الارقام النهارده المانيا قدمت مباراه عظيمه في افتتاحيه اليورو. فيريتس في اول مشاركه ليه مع منتخب المانيا قدم مباراه ولا اروع، لعيب مهاري وفنان وقول عليه زي ما تقول، النهاردة قدم مباراة قوية جدا وسجل مع المنتخب الألماني، وفي أول مشاركة ليه قدم مباراة قوية. كمان جمال موسيالا، الاثنين دول فيريتس وجمال موسيالا يعني هيفرقوا كتير جدا مع ألمانيا في السنوات القادمة، بعيدا عن اللعيبة الخبرات الموجودة في الفرقة زي نوير وكروس ومولر، ولكن النهاردة بيظهر لعيبة جديدة بتدي يعني طعم جديد للكرة الألمانية. فيريتس وجمال موسيالا هيكونوا مستقبل الكرة الألمانية. انتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. شوط تاني أداء برضو على نفس الوتيرة وبنفس القوة وبنفس الضغط الكبير على دفاعات اسكتلندا. ألمانيا نزلت الشوط التاني مركزين بشكل كبير، نيجلس مان كان مركز بشكل كبير الشوط التاني، محافظ على شكله ومحافظ على الأداء وتقارب الخطوط، وقدر في الشوط الثاني انه يسجل ثلاث اهداف، ولكن في هدف منهم اتلغى في الدقيقه 76. نيكلس فيلجروس سجل الهدف الرابع، وبعدها سجل هدف في الدقيقه 75، يعني بعد حوالي 7 دقائق سجل الهدف الخامس ولكن تم الغاءه بداع التسلل. وفي نهايه الماتش احرز منتخب المانيا الهدف الخامس من تسديده قويه جدا من إيمري تشان، وانتهى اللقاء 5-1 لمنتخب ألمانيا. أخيرا ألمانيا قدموا مباراة قوية، اكتسحوا اسكتلندا في افتتاحية المجموعة الأولى وفي افتتاحية يورو 2024 أول ثلاث نقاط وخمس أهداف للمنتخب الألماني، بيدوا بيهم جرس إنذار لجميع المنتخبات في البطولة إن ألمانيا على أرضها والجيل ده من اللاعبين هيكون جيل قوي جدا وهيوصلوا لمرحلة بعيدة في البطولة دي. ده كان استعراض للمباراة الافتتاحية، المباراة اللي اكتسح فيها المنتخب الألماني اسكتلندا بخمس أهداف في افتتاحية يورو 2024. شكرا على حسن الاستماع، إلى اللقاء.